واحد على ان تربيع من ان بتساوي واحد إلى انفينيتي، هاي بتساوي باي تربيع على 6. هاي اللي أثبتها أويلر، وطلبت منكم في المحاضرة إنكم تقرأوا إثباتها. أنا حابب في هذا اللقاء بما أنه هو تجربة إنه نثبت هذه العبارة أو نعرض إثبات أويلر لهاي الأيدنتيتي. هي في لها كثير إثباتات، بس الإثبات الأصلي لأويلر بيعتمد على هذه الملاحظة. الملاحظة بالشكل التالي: إحنا بنعرف إنه في عندنا ساين إكس، الماكلورين سيريز لإله هي عبارة عن x ماينس x تكعيب على 3 فاكتوريال زائد اللي بنسميها x قوة 5 على 5 فاكتوريال ماينس x قوة 6 على 6 7 عفوا على 7 فاكتوريال زائد ناقص إلى آخره. هاي تيلر سيريز او ماكلورين سيريز لانها حول الزيرو. منها نفسها بنقدر نحكي انه ساين اكس على اكس هاي بتساوي واحد ناقص اكس تربيع على 3 فاكتوريال زائد قسمت الجميع على اكس فبتصير هاي اكس قوة 4 على 5 فاكتوريال ماينس اكس قوة 6 على 7 فاكتوريال بلس ماينس إلى آخره. هاي من جهة. من جهة أخرى إحنا بدنا هاي الساين إكس على إكس، ساين إكس على إكس هاي عبارة عن فانكشن، وهذا الفانكشن بيساوي صفر وين؟ بيساوي صفر عند الباي، بيساوي صفر عند الماينس باي، بيساوي صفر عند تنين باي ماينس تو باي إلى آخره. هذا الشيء في ثيرم بتقول الفاكتوريزيشن ثيرم، بتقول بما إنه نقدر نكتب نقدر الزيروز هاي هي الزيروز دائله هي الباي والماينس باي والتنين باي كل هاي الأشياء بقدر أكتبه بهذا الشكل. هي عبارة عن واحد ماينس x على باي. لاحظ انه اذا بعوض x مكانها باي بتصير هذا المقدار واحد، واحد ناقص واحد صفر، فهذا المقدار بصير صفر. لازم يصير صفر مرة تانية لما اعوض x بتساوي باي، فعشان هيك لازم تكون هون واحد زائد x على باي. اذا عوضنا x بتساوي ماينس باي بتصير واحد ناقص واحد صفر، وبالتالي الطرفين بيساوي صفر. كمان لازم يساوي واحد ناقص x على تنين باي، واحد زائد x على تنين باي. ليه؟ لأنه إذا x عوضناها سالب تنين باي كمان لازم تكون صفر، وهذا بتضل نكمل بهذا الشكل. الفكرة العظيمة اللي كانت عند أويلر هي بالشكل التالي: إنه عندي هون ساين x على x وساين x على x. إذا جينا نقارن، إذا جينا فكينا هذه المعاملات وقارناهم مع بعض، لازم معاملات x تربيع هون هي نفس معاملات x تربيع هون، معاملات x قوة 4 هون لازم تكون نفس معاملات x قوة 4 هون. إيش معاملات x تربيع هون؟ معاملات x تربيع هون هي عبارة عن سالب 1 على 3 فاكتوريال، اللي هي بتساوي سالب 1 على 6. هاي عبارة عن معامل x تربيع في هاي المعادلة من الطرف اليسار. لو جينا فكرنا هون فيها ايش هي معامل x تربيع، ايش هي x تربيع بالاخير؟ ايش من راح تنتج عندي x تربيع؟ x تربيع راح تنتج اذا هذا عندي هذا القوس مضروب بهذا القوس بهذا القوس. يعني لو ضربنا هاي x مع x تنتج x تربيع بواحد 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 بجميع الواحد الموجود، حينتج عندي فقط x تربيع. هاي معامل x تربيع الفاكتور of x square is of the factor of x square is هو عبارة عن
أول واحد هي عبارة عن سالب واحد على باي تربيع، لأنه إكس مع إكس إكس تربيع وسالب سالب باي تربيع. هلأ لما نضرب هاي إكس مع إكس بصير إكس تربيع باي ماينس 2 باي هاي مع هاي، وهاي مع هاي راح هي العبارة عن الجزء السالب منها، واحدة جزء الموجب وواحدة جزء السالب، هاي مع اللي بعدها عفوا، هاي مع اللي بعدها راح تكون x على 2 باي تربيع وماينس x على 2 باي تربيع بتختصر مع بعض. اللي بعدها راح تيجي x على 2 باي مع x على 2 باي، هاي عبارة عن x تربيع ماينس 2 في 2 4 باي تربيع. السالب هون أخذناه عامل مشترك، بتصير عندي هون واحد على أربعة باي تربيع. لو ضلينا مكملين بهذا الطرف بتصير واحد على تسعة باي تربيع، واحد على وباقي الأشياء بتختصر واحد على ستاش باي تربيع إلى آخره. هاي وهاي لازم يكونوا متساويات. ليش هاي وهاي متساويات؟ لأنه هاي معامل إكس تربيع بهذا الطرف وهاي معامل إكس تربيع كمان بهذا الطرف. إذا نستنتج إنه ماينس واحد على باي تربيع زائد واحد على أربعة باي تربيع زائد واحد على تسعة باي تربيع زائد إلى آخره، هاي بتساوي سالب واحد على ستة. سالب مع سالب بيختصر، لو خدنا باي تربيع عامل مشترك بتصفي معانا واحد زائد واحد على أربعة زائد واحد على تسعة زائد لآخره بتساوي واحد على باي تربيع بهذا المكان، بتصير عندي هون باي تربيع على ستة، وهذا بيعني إنه summation واحد على n تربيع، n بتساوي واحد على infinity بتساوي باي تربيع على ستة. هاي هي هاي هي النظرية اللي كنت حابب اني اعرضها. طبعا هاي تماما مش صحيحة، فيها بعض الشغلات اللي بدها تكميلية، لانه تعاملنا مع infinite series ولازم نتأكد من اشياء تانية ما حكينا عنها في هذه المحاضرة، لكن هذا الاثبات اللي عمله اويلر في البداية. تكامل جذر تان اكس دي اكس، بعرف اذا في حدا فيكم بيعرف هذا التكامل ولا لا، بس هذا التكامل مش سهل ابدا، مش سهل. في حد بيعرف هذا التكامل يا جماعه؟ اوكي، كيف نحل هذا التكامل؟ التكامل يعني فكرته فعلا انها ذكيه وعبقريه، مش بس ذكيه. بدنا نعرف تكاملات اثنين، واحد نسميه I. هذا I هو عبارة عن تكامل جذر tan x زائد cotangent x، ما لهش علاقة بالتكامل كتير، يعني العلاقة أنه في جذر tan وجذر tan. وبدي أعرف تكامل تاني هو عبارة عن j، j بتساوي تكامل جذر tan x ناقص cotangent x dx. هاي i وهاي j، بس أنا المطلوب مني هو تكامل tan جذر tan. لاحظ إنه لو جمعنا i زائد j cotangent بتروح مع بعض، بتضل عندي 2 cotangent، فلاحظ إنه هاي راح تساوي i زائد جي على 2. فإذا قدرت أحسب أنا إيش هي آي وإيش هي جي، فتكامل تان هيكون آي زائد جي على 2. أوكي، نجي نجرب كيف نحسب الآي. الآي هو عبارة عن بيساوي لاحظ تكامل تان هو عبارة جذر تان هو عبارة عن جذر ساين إكس على كوساين إكس، بس طبعا إحنا بغض النظر عن الإشارة لأنه هاي مش ما بتساوي هاي، بس لما تكون الأمور تمام يعني تنتين موجبات بتكون صحيحة، زائد تكامل
جذر عفوا كوساين اكس على جذر ساين اكس دي اكس، وهي بتساوي بتوحيد المقامات بتساوي ساين اكس زائد كوساين اكس على التكامل الجذر التربيعي ل كوساين اكس ساين اكس. مايس مش سمعتنا مايس، يمكن عندك مشكلة في ال عفوا بس في شات انه في حد مش سامعني. مايس غانم مش سامعتنا بظن انه عندك المشكلة ممكن تكون لازم تعمل يمكن كونكشن للاوديو. في بالبداية بتظهر اوديو كونكت كمبيوتر اوديو او شيء زي هيك، يمكن هي مش عملتها. يا ريت حد يبعث لميس لانه يقولها هذا الشيء، لان هي بتقول انها مش سامعتنا. اوكي هلا هاي تساوي بدي اضرب لو عملنا هون باثنين هون بتصير جذر التنين، بتصير عندي هون جذر التنين ساين اكس زائد كوساين اكس على هون بدي اضيف واحد واطرح واحد، فبتصير واحد ناقص واحد ناقص ساين اكس كوساين اكس تيني دي اكس، وهي بتساوي التكامل جذر تيني تكامل ساين اكس زائد كوساين اكس على الجذر التربيعي ل واحد زائد هاي واحد هي عبارة عن ساين تربيع اكس ناقص تنين ساين اكس كوساين اكس زائد كوساين تربيع اكس. ليه؟ لانه واحد هي عبارة عن ساين تربيع زائد كوساين تربيع، فهاي بتساوي بتصير انه بالشكل التالي جذر التنين جذر التنين في هون ساين اكس زائد كوساين اكس عندي هون بتصير بالشكل التالي جذر التربيعي اسف هون هي ناقص واحد ناقص هاي عبارة عن ساين اكس ناقص كوساين اكس الكل تربيع دي اكس. صار عندي التكامل هو عبارة عن ساين اكس زائد كوساين اكس الجذر التربيعي لواحد ناقص ساين اكس ناقص كوساين اكس. لو فرضنا هاي يو، فرضنا هون يو بتساوي ساين اكس ناقص كوساين اكس دي يو، بتصير بتساوي مشتقة الساين هي كوساين اكس هاي زائد ساين اكس دي اكس، بصير عندي هاد يساوي هيها ساين اكس زائد كوساين اكس دي اكس هي عبارة عن دي يو على الجذر التربيعي
لواحد ناقص يو تربيع دي يو. دي يو على واحد ناقص يو تربيع هي عبارة عن تكاملها وعبارة عن ساين انفرس ليو. سيد لنا جذر التنين. هاي جذر التنين. تمام؟ إذن I هي عبارة عن ساين انفرس ليو. J نفس الخطوات تماما بس هتكون هون ماينس، هتكون هي عبارة عن كوساين هايبربوليك يو. بنعوض هاي مكان الآي وبنعوضها محل الجي اللي هي الجواب راح يطلع معانا. بجمع الرقمين وبقسم على 2 بيطلع هذا تكامل تكامل جذرتين اكس اللي هو راح يكون بالاخير عبارة عن جذر 2 على 2 ساين انفرس لهذا المقدار اللي هو فرضناه هون اللي هو ساين اكس ماينس كوساين اكس زائد جذر 2 على 2 في كوساين هايبربوليك انفرس لا ساين اكس زائد كوساين اكس زائد